دكتور حاتم الورداني، خريج كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وحالياً الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا مصر. واحد من الشخصيات اللي تقدر تقول عنها وانت مبسوط أخدوا سلم الشغلانة من أوله واستمتعوا بكل محطة وكانوا قد المسؤولية. بحسب شهادات دولية وشهادات عملية وواقعية قدر يحقق بيئة عمل متميزة وتوازن لتواجد المرأة ودورها في العمل. دكتور حاتم عنده تفاصيل تبهرك عن التوازن والشغل والنجاح والرياضة والتحديات، وبيقولوا عنه دايماً إنه شخص مدفوع بالنجاح واحترام العمل وشخص تحب تشتغل معاه. عمل الخلطة دي إزاي؟ ده اللي هنسأله عنه. دكتور حاتم، بعد 22 سنة في المهنة وشخص ناجح ومتحقق على المستوى ده، في ناس بتقول نظريتي للشخص الناجح، يا إما أنت كنت محظوظ قد إيه أو أنت تعبت قد إيه. أنا عايزاك تحطلي في مقياس 1 لـ10 كده، إلى أي مدى أنت شايف نفسك شخص محظوظ أنك في المكان ده وأنك شخص تعبت جداً عبال ما وصلت المكان ده؟ بص ديني، أنا مش عايز أجاوب إجابة دبلوماسية يعني، فبس أقدر أقول أن أنا تعبت جداً عشان أوصل للمكان زي ده. فترة من التضحيات في حاجات كتير، نجاحات، بعض الفشل موجود، بذلنا مجهود كتير جداً، بس أنا مقتنع تماماً أن الحظ في الفرصة. انت بتبذل مجهود وبتجتهد وبتعمل اللي عليك ودايما بتبقى بتحاول ان انت تبقى احسن واحد موجود في الوقت ده وفي احسن شكل ليك، عايزين لما الفرصه تجيلك تبقى جاهز ان انت تاخدها. فالحظ في الفرصه، فبس اكيد في تعب ومجهود كبير جدا عشان اقدر ان انا احقق اللي انا فيه دلوقتي. عجباني وجهه الزاويه دي، حلوه وجديده بسرعه. طيب، مدير لشركة متعددة الجنسيات في مصر، دي مهمة أي حد في مجال أو في سوق العمل قادر يتخيل قد إيه تقيلة، والحياة ناشفة قوي كده، ولا عندك وقت تلعب رياضة، تعمل حاجات غير الشغل؟ دايماً في برضو من ضمن الأفكار الغلط إنه الناس تتفخر إنه أنا بشتغل 24 ساعة. يعني طبعا انا بحاول ان انا اعمل البالانس ده، فيعني انا الرياضه بالنسبه لي مهمه جدا، فيعني هي اللي بتحركني. شكلك حد رياضي يعني، صح؟ يعني طبعا الرياضه بالنسبه لي مهمه، يعني ركوب العجل مثلا حاجه من الرياضات اللي انا بحبها جدا، بروح بركب خيل يمكن بطريقه بشكل مستمر، والجيم. فبس انا شايف ان الرياضه لا، لازم يبقى لها دور في وقتك، ولازم يبقى لها وقت، لان هي فعلا بتغير، بتديك بوزيتيف انرجي ايجابيه، فبتخلي وجهه نظرك انت، لا انت وجهه نظرك في الحاجات مختلفه. في مصطلح بيعجبني قوي، ما هو بيتقال كده، انه وات ويكس يو اب ان ذا مورنينج، ايه الحاجه اللي بتصحيك الصبح وانت مقبل على الشغل، مبسوط، عايز تروح؟ لانه احيانا بيبقى الدافع ده مش موجود عند ناس كتير. اكيد الناس اللي بتنجح عندها خلطه تانيه او عندها حاجه تانيه بتصحيها من النوم كل يوم الصبح. الهدف والطموح هو اكيد اللي بيصحيني، والباشن بتاعي ناحيه المريض. انت لما بتبقى في مسؤوليه زي اللي انا فيها دلوقتي او في موقع قياده، انت عندك دور مجتمعي مهم جدا، مسؤوليه تجاه بلدك وتجاه المرضى، فعايز تصحى الصبح تحققها، ده الهدف اللي انت عايش عشانه. حقيقي يا دكتور، انه بعض الناس بتقول لا، الشركات الكبيره ما تفكرش في العيان، تفكر في الارباح. الحكايه قاسيه قوي كده زي ما احنا فاهمينها، ولا زي ما بتقول لا على ارض الواقع؟ عشان ابقى صريح، احنا عندنا طبعا هدف سنوي فكلنا بنشتغل عليه عشان نحققه، بس عندنا فاليوز برضه، وعندنا مبادئ جوه الشركه، وعندنا توجه، وعندنا استراتيجيه بتحط العيان في السنتر بتاع كل تفكيرنا، وتحطه فعلا في قلبنا. انا سالت كده عليك وعرفت انه واحده من الحاجات اللي بتميز اداره دكتور حاتم الورداني هي فكره التنوع، وانه في تمكين حقيقي للمرأة. ده متسق قوي مع رؤيه الدوله دلوقتي، بس يحصل ازاي في قطاع سريع وصعب وكله ارقام وعندك معايير أكيد كبيرة؟ يعني إيه أحسن مكان للعمل للسيدات في 2021؟ احكيها لنا، لأنه أنتوا فزتوا باللقب ده، صح؟ هي أنا فخورين جدا بالجائزة اللي احنا خدناها، Best Place to Work for Women. الجائزة اللي احنا فزنا بيها في سنة 2021 إن أسترازينيكا هي أحسن مكان للعمل للمرأة، كان بيقيس التطور اللي بتشوفه المرأة وفي نفس الوقت الترقيات، فرصتها فرصتها في الترقيات
الاشتراكي والتمكين. فاحنا لانه دايما يتقال انه في اماكن فيها سيدات لكن ما عندهمش فرص انهم ياخدوا مواقع قياديه. لا احنا دلوقتي وصلنا تقريبا 35% من مجلس اداره الشركه ومن في ميلز ولسه انا عندي طموح ان يوصل اكتر من كده ان شاء الله. انا حاسه ان احنا في عصر ذهبي للمرأة عموما، لكن قبل ما الناس تبتدي تتحمس والناس تقف طوابير عندكم في الشركه، عايزه اقول للناس حاجه، انه في حاجه برضو سمعتها كده لما سالنا عن دكتور حاتم، انه في قاعده الصبح كده وبنسمع الناس والموظفين وبنسمع مشاكلهم دايركتلي لحد من اول السلم الوظيفي لحد اخره. عندك وقت لده؟ لازم الاقي وقت، لازم الاقي وقت، فلان انا مقتنع ان انا لازم اسمع الشباب. وبيئه العمل عندنا في أستراليا فيها اجيال مختلفه. يهمني جدا ان انا اسمع راي الشباب، فيتكلموا يعبروا عن رايهم افكارهم. كتير من الافكار اللي كانت مبتكره جت من الشباب، فانا بخصص يعني اقدر اقول ايه شهريا تقريبا بقعد نايس يعني فطار مع الموظفين في الشركه، فهو فيري كاجوال، حاجه وديه جدا. طبعا بنقعد وبنتكلم وفي افكار كتيره بتطلع وبتبقى الناس قادره ان هي تعبر عن رايها، وبصراحه انا بتعلم منها. انا مبسوطه، انا شايفه نموذج لقياده شبابيه مصريه بتفكر كده. لكن عندي شويه اسئله صعبه عن مجال صعب جدا، صناعه الدواء في مصر، فاسمح لي كده نسالك في سؤالين. تعزمنا على القهوه ولا ما عندكوش قهوه؟ اتفضل، يلا بينا. اولا ميرسي على القهوه. نتكلم بقى كلام جد بما ان القهوه وصلت. يعني عايزه اسال حضرتك انه من ضمن الحاجات اللي دايما بنبقى الجانب الاخر اللي ما نعرفوش عن الشركات اللي بتشتغل في مصر وبتكبر وبتتوسع، انه خططكم ايه للبلد؟ اكيد في خطط خاصه للشركه وفي خطط للمجتمع، فنفسي اعرف قياده بالروح دي وبالفكر ده تخططوا لايه للمجتمع. يعني الحقيقه مصر بتعيش طفره، يعني طفرة على مستوى المجالات كلها، يعني سواء كانت اقتصادية، صحية، سياسية. وده بيبقى محفز للشركات الأجنبية إن هي تنفست في مصر، تستثمر أكتر في البلد. فلو بتكلم على القطاع الطبي في مصر، في إعادة تشكيل المنظومة الصحية، زيادة في الصرف على القطاع الطبي بشكل ملحوظ جدا. الدولة جهود غير مسبوقة في محاربة الكوفيد، وده كل ده بيخلي مصر بتتحط في مصاف الدول اللي هي جاذبة للاستثمارات. واحنا كشركة أجنبية بالنسبة لنا السوق المصري هو سوق واعد، وفي نفس الوقت احنا طبعا متواجدين هنا من 53 سنة في مصر. بس انا عندي سر، انت موجود في مصر كرئيس لشركة أسترازينيكا من بداية كوفيد، وده في حد ذاته تحدي. يعني ايه قيادة لسه مستلمة شغلها بتشتغل في ظل جائحة في شركة بتقدم لقاح في مصر، تصنيف انه اللقاح جالنا يعتبر في وقت سريع، ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ ما تقول لنا الكواليس. طبعا انا رجعت مصر، رجعت من انجلترا في ديسمبر 2019. كوفيد كان في مارس، فطبعا كانت فتره صعبه جدا. يعني توليت مهمه أسترازينيكا مصر وقت الكوفيد، يعني كانت في بدايته بصراحه. وطبعا انت اول حاجه بتفكر فيها هي الموظفين بتوعك، وازاي السيفتي بتاعتهم او امانهم، يعني بمعنى اصح، وفي نفس الوقت بلدك، وازاي تقدر تساعد البلد وتبذل يعني كل ما في وسعك ان انت تساعد البلد، تساعد الحكومه ان احنا نحارب الجائحه دي. بصراحه قمنا بدور غير مسبوق يعني في مصر كشركه أسترازينيكا، ان احنا قدرنا نوفر اللقاح بسرعه لمصر تقريبا اكتر من 15 مليون جرعه. جانب ان احنا طبعا قمنا يعني تضافر جهود مع وزاره الصحه في ريزنج الاويرنس او يعني الوعي على محاربه الكوفيد، وفي نفس الوقت تعليم طبي مستمر للدكاتره. قمنا بحمله قوميه، يعني مجهود كبير جدا. سلامه موظفينا كانت على راس اولوياتنا، وقمنا كمان بكتير من يعني الانشطه ان احنا نقدر نساعد الموظفين ان هم يقدروا يعدوا الفتره دي كمان بامان. يعني كانت فتره صعبه بس اتعلمنا فيها جداً. كتير جدا. انا متهيألي ده اكبر امتحان للقياده وللاداره، وانك تحقق نجاح. هو دايما بيقولوا كده، انك تخرج سالما من ازمه كبيره ده في حد ذاته نجاح، لكن انه يحصل نجاحات. هل نتوقع مثلا انه يعني بناء على الكلام اللي بتقوله لنا ده، انه في استثمارات اكبر في مصر، انه في
زياده لنسب التصنيع الدوائي في مصر المحلي؟ يعني نقدر نقول ده طبعا مصر. يعني ما زي ما قلت ان مصر كبيره ومصر بلد كبيره، واحنا يعني ان شاء الله الفتره الجايه حاطين خطه طموحه لمصر ان احنا في خلال الثلاث سنين الجايين هنزود استثماراتنا تقريبا اكتر من 50%. فدي طبعا زياده كبيره جدا، واظن ان مصر من اكتر البلاد في افريقيا والشرق الاوسط الجاذبه للاستثمارات، وده بيتوافق مع رؤيه سيادة الرئيس إن مصر تبقى كمان هي الهب أو يعني لأفريقيا كلها. وإحنا ده حلم كبير، إحنا ده حلم كبير، ده حلم كبير وإحنا قده، وإن شاء الله يعني بنتعاون مع الدولة إن إحنا نقدر نحقق حاجة زي كده. زي ما قلت إن أصلا زينك عندها مصنع في 6 أكتوبر، بس إحنا بنزود في استثماراته زي ما قلت زيادة 50% في إن إحنا بنعمل خطوط إنتاج مختلفة لتصنيع الدواء المحلي في مصر. فدي هتبقى خطوة كبيرة، وإن شاء الله المصنع ده يبقى هب لأفريقيا كلها بإذن الله، نأمل يعني إن شاء الله في القريب العاجل. في حاجة برضو مش عارف يعني لازم أقول أشاركك، إنه اللي أنت بتحكيه في دقيقتين ده شغل صعب وتحديات كبيرة. ينفع أرجع أسألك شوية أسئلة شخصية ولا زهقت مننا؟ تفضل. طيب عايز أسألك عن شوية كلمات وقول لي بس وقعها عندك إيه، لأن إحنا طول وقت مشغولين. الناس اللي بتقود وبتنجح وبتعدي في الأزمات دي أكيد عقليتها بتفكر بطريقة مختلفة، فعايز أعرف تعريف النجاح بالنسبة لك. والنجاح بدايته طموح وهدف واستمرارية. حلو. ما ينفعش طموح بس، او ما طموح من غير تنفيذ واستمراريه هيبقى حلم. بس هي انت عايز ثلاث ارباعنا بنعمل كده. ما هي الفكره ان انت عندك طموح وحطيت له استراتيجيه او خطه وفي نفس الوقت تنفذها وتستمر. بالظبط. طيب القدوه بالنسبه لك ايه؟ قدوتي هو والدي، وده كان يعني حظي ان والدي من خلفيه عسكريه، هو لواء قوات جوية وشارك في حرب 6 أكتوبر. اتعلمنا منه الانضباط. والانضباط دي كلمة نادرة ما حد بيستخدمها، احكي لي تعريفها عندك، يعني ايه؟ مواعيد، التزام، الحاجات لازم تتحقق زي ما اتقالت. بالظبط، يعني اتعلمنا ان احنا لما بنقول حاجة بنعملها يعني. شكرا خلاص. حركتنا كل ما نقعدش نحلم برضو، ما نقعدش نقول احلام. يعني الفكره ان احنا بنقول حاجه بنبقى قدها وبننفذها، فالتنفيذ. طب الفريق وقعها ايه عليك؟ بتمثل لك ايه؟ طبعا نجاح اي شركه هو في الفريق العمل بتاعها، فاهم حاجه هي اختيار الناس اللي هم بيشتغلوا بهدف واحد لتحقيقه. السيره واحده من الكلمات ما بنستخدمهاش كتير، بس هي بتشكل جزء كبير من هويتنا بالنسبه لي. السيره الحسنه. ممكن تبقى سيره حسنه وممكن لا، في ناس ثانيه لا يعني. بس هو ده الهدف يعني. هو طبعا ده الميراث اللي انت بتسيبه لما بتسيب اي مكان. هي انت سبت ايه وايه انطباعات الناس عنك بعد ما سبت المكان ده؟ الاخلاق. الاخلاق هي طريقه التعامل في بيئه العمل اللي احنا متواجد فيها، الاحترام لبعض، الشفافيه في التعامل كمان، كلها حاجات مهمه جدا، والقيم بتاعتنا. اخيرا الشغل بشكل عام، عشان احنا النهارده في شغل عالي لازم اختم معاك بالسؤال ده. الشغل يعني ايه بالنسبه لك؟ الشغل حياه، فيعني انت عايشها، فيعني بكل تجاربها، فبكل صعوباتها وتحدياتها، نجاحها فشلها، فهو حياه. شكرا دكتور حاتم، كان وقت ممتع، وبشكرك على استضافتك لينا النهارده، وانا حقيقي استفدت جدا النهارده من نموذج مصري ناجح في مجال واحده من الصناعات المهمه جدا في مصر. شرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا.